الحاكمه، بدونها يبقى وضعنا كما هو الان، امه متخلفه اذا ما قيست به بمعظم علم الارض. يعني قطار الديمقراطيه وقطار العدل، يعني نحن في ذيل قافله الديمقراطيه مر على كل الامم الا نحن بلغتنا بمقاييس الامم المتحده. العالم العربي يقع في ذيل دول العالم في موضوع الديمقراطيه والتنميه والفساد ايضا. والفساد يعني منظمه الشفافيه تتحدث الان عن الدول الاكثر فسادا في العالم، الدول العربيه في مقدمه دول الدول الاكثر فسادا في العالم. لماذا؟ لانه لا يوجد فيها مؤسسات، لا يوجد فيها ثم تنبعث اصوات تحرم الديمقراطيه وتقر الحزب الحاكم. نحن الان راينا بعض الانظمه الاسلاميه التي نشات في اطار الحركه الاسلاميه في سنوات معدودات اصبح اهلها منعوتين بالفساد، حتى انه عباره قالوا لهم اصبح الناس يقولون عنهم، عن هؤلاء الاسلاميين الذين يحكمون والذين تميزوا في سنوات معدودات 10-20 سنة بالدور الفخمة والسيارات الفخمة، أصبح الناس يقولون لهم أنتم وعدتمونا حررتمونا على أن نذهب للمساجد وذهبتم إلى السوق. يعني أعتقد أنه يعني على الأقل الآن هناك وسائل إعلام قادر على الوصول الى كل شيء، ولكن لا يمكن ان يبقى شيء الان مخفي. المطلوب هو مره اخرى ان يكون هناك مؤسسات ان تبادر الامه الى ان تاخذ دورها ايضا بالرقابه. واعيد واكرر مره اخرى، اسوء ما يمكن ان يقوم به يعني عالم او امام او شيخ او مفتي للديكتاتوريه بحريتها في العمل وبحرمه الديمقراطيه بحجج مختلفه ذكرناها قبل قليل. الى هنا يعني ينتهي هذا اللقاء، على امل ان شاء الله ان نلتقي مره ثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.